السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. طبعا أخواتي الكرام، اليوم نتكلم لكم عن أهم ثلاثة عوامل يجب أن تبدأ بها من الآن من أجل مرحلة التجهيز. أهم ثلاث عوامل في مرحلة التجهيز عند طيور الكناري أخي الكريم هي الحرارة، الإضاءة والرطوبة. أهم الشروط من أجل إنتاج من طيورك بشكل صحيح، وأيضا توصل لمرحلة إنتاج وتشوف فراخ من طيورك، لازم تهتم بهدول الثلاث نقاط اللي بدي أتكلم لك عنهم. أولها الإضاءة. طبعا أخواتي الكرام، كلنا نعرف أن دخلنا بفصل الشتاء، فصل الخريف وبداية فصل الشتاء. بهذا الوقت أخواتي الكرام، درجات الإضاءة بتنخفض، وفي تمام الساعة الخامسة أو الرابعة بعض الأحيان بصير الدنيا ليل وعتم. إذا صار الدنيا ليل وعتم عند الطائر بهذه المرحلة أخي الكريم، وما في إضاءة تساعد ويتكمل معه لا درجات الإضاءة المناسبة لمرحلة التجهيز، ما رح يجهز الطير عنا وممكن ما يتزاوج ولا ينتج. لهيك لازم يكون في عنا لمبة مثل ما كنتم شايفين موجودة في غرفة الإنتاج الساعة عند 8 المساء. شغلن هاي الإضاءة لحد الساعة 9 مساء، 9 المساء طفي هاي الإضاءة وبشتغل شغلة تانية راح أحكي لكم عنها أيضا بتساهم بعملية التجهيز. طبعا إذا هلق أنت عندك الإضاءة مشغلة أنت عند طيورك لمدة 5 ساعة، لمدة على الإضاءة الطبيعية، وبدك ترفع الإضاءة، يا ترى شغل انت ضوء لحتى توصل الساعة 9 المساء، يضل هيك شغال ضوء. يعني هلق انت عندك الإضاءة مثلا على سبيل المثال للساعة 6، شغلهم ضوء بشكل مباشر للساعة 9، هذا الأمر غلط، رح يسبب إزعاج لطيورك وممكن يؤدي أيضا لمرحلة غيار الريش. طيب كيف برفع الإضاءة؟ ترفع الإضاءة على الشكل التالي وبشكل تدريجي. تترك عند طيورك إضاءة مثلا اليوم الساعة 6 راحت الشمس ما ضل في ضوء، بتشغل هاي الإنارة لمدة ربع ساعة، يعني 6:15. في اليوم التالي بتشغلها 6:30. باليوم اللي بعده 7:45. باليوم اللي بعده 7:30. باليوم اللي بعده 8:45. باليوم اللي بعده للساعة 8 بشكل تدريجي لحتى توصل لرقم 9. والأفضل، هلا بحكيك أنا بهالشكل هذا بشكل سريع، ولكن الأفضل كل 4 أيام ترفع ربع ساعة، كل 4 أيام ترفع ربع ساعة، بحيث إنه الطائر عندك ما يحس إنك رفعت الإضاءة بشكل سريع. إذا رفعت إضاءة بشكل سريع رح ينزل الطائر من مرحلة غيار الريش. لهيك كل 4 أيام نرفع الإضاءة لمدة ربع ساعة. طيب هاي خلصنا من الإضاءة، بس في جزء ثاني للإضاءة خليه لآخر هيك بوقت بالفيديو، بتمنى الكل يسمعه لأنه مهم كثير في مرحلة إنتاج الطائر والتجهيز. طيب خلصنا نحن من ربع ساعة تبع الإضاءة، هلق نجي للحرارة. هلق الحرارة بلشت تنخفض وتنزل لدون، يعني تعرف انت فصل الشتاء بصير الحرارة عندنا كتير منخفضة. طيب يا أبو النصر، أنا كيف بدي أرفع الحرارة أو بنظبط الحرارة؟ أفضل شيء، هلق أنا بالنسبة لي أنا بعتمد على التدفئة المركزية دوار الغاز مثل ما كنتم شايفين، وهذا برفعها بحطها رقم 2، بتضل عندي درجة الحرارة هون ثابتة طول ما شغال المكيف ثابتة. طيب أنا بستخدم الحطب، استخدامك للحطب أخي العزيز لازم يكون حذر فيه، لأنه إذا صار أي نوع من أنواع تسرب للدخان داخل الغرفة راح يأثر على الطير وممكن يموت الطير نتيجة الاختناق. طيب شلون فيني أتصرف؟ إذا ما عندك أي مصدر حرارة ثابت، يعني معتمد على الكهرباء أو معتمد على الغاز أو معتمد على الصوبة، إذا ما عندك مصدر حرارة ثابت، أفضل شيء إنك تسكر النوافذ بشكل كامل، ما يصير عندك أي دخول لمصدر تيار هوائي لغرفة الإنتاج، لأنه مثل ما حكينا العدو الأول للطائر هو التيار الهوائي. طيب ينتج الطير بهالمرحلة؟ لا ما راح ينتج. أفضل درجة حرارة للإنتاج عند الطيور 25. لهيك نحن بنشوف الطيور في أكثر الأحيان أو في أغلب الأوقات إنتاج فصل الربيع، درجة الحرارة المناسبة لإنتاج طيور الكناري 25. طيب في أدنى وأعلى، أدناها 20 أعلاها 30،
أدناها 20 أعلاها 30 من أجل إنتاج من طيور الكناري. طيب خلصنا من الإضاءة وخلصنا من الحرارة، بننتقل إلى الرطوبة. بالنسبة للرطوبة إخوة الأعزاء، الرطوبة لازم تكون بين 60 و 75. إذا عليت أكثر من هيك رح تسبب أمراض وفاش، إذا وطئت أكثر من هيك رح تسبب اختناق للفرخ ورح تسبب أيضا مشاكل للطير. لهيك أفضل شيء بين 60 و 75، ممتازة وبنحسن ننتج نطورنا وما في أي مشاكل. طيب فينا نرفع الإضاءة الرطوبة ونزلة. هلا رفع الرطوبة بيكون عن طريق تبخير الغرفة بأي مثلا بطنجرة مغلية أو بوعاء مغلي فيه ماء، بتدخله على الغرفة، وجود رزاز أي شيء بيساعدك، أو يعني تدخل جو رطوبي للغرفة ترفع الرطوبة. أما إخفاض الرطوبة إذا كانت عندك الغرفة اللي عتربي فيها طيورك فيها مصدر للرطوبة، فهون رح تكون الكارثة. وأنا ما بنصح أي واحد يربي طيوره بمكان به رطوبة عالية. ننتقل معاكم لأفضل للموضوع المهم اللي حكيكم إياه في القناة أو بهذا الدرس. طبعا أخوة الكرام، مثل ما كنتم شايفين هاي الإضاءة الحاطة على الطيورة تقريبا ما يقارب 24 واط، 24 واط. وأيضا لدي لمبة أخرى، إضاءة أخرى، هاي 6 واط، 6 واط. هاي بتضل عند الطيور شغالة 24 على 24. طيب شو السبب؟ هاي الإضاءة أخوة الكرام أو هاي اللمبة أنا بتركها بضوء خافت عند الطيور، وبهذا الضوء الطيور بتنام وما بتسبب أي مشاكل ولا بتسبب لي أي إزعاج. طيب ليش أنا بحط هاي اللمبة؟ أضع هذه اللمبة للطيور لأنه أخوة الكرام إذا كان موجود عند فراخ ممكن الإناث تقوم للطعم فراخة، وإذا ما نوجد هاي اللمبة أو هاي الإضاءة ما تعرف ترجع للعش وتموت الفراخ. مثل ما كنتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي بالنسبة للطيور الباجي مثل ما كنتم شايفين في عندي إناث حاطني على فراخ، فإذا ما كانت موفر أنا الإضاءة الخافتة بالليل ممكن هاي الأنثى تطلع بقى تشرب أو بطلع تاكل وترجع ما تعرف ترجع العش وتموت، وتموت الفراخ عفوا. ونفس الشيء لطيور الكناري، ممكن الأنثى تقوم من المعشة تبعها وما تعرف ترجع، ما تعرف ترجع، راح تموت طيورك من البرد. إذا ما ماتت من البرد راح تموت من الجوع، لأنه ممكن ما تكون طعمته المساء، ممكن ما تكون طعمته المساء قدامها تحضن الفراخ والفراخ بدها تاكل. وإذا ما جبت إذا ما جابت الأنثى الأكل للفراخ ممكن تسبب للطيور سوء تغذية، ممكن تموت الفراخ بالنتيجة. لهذا الأمر أخوة الكرام، أفضل شيء وأنسب شيء أنه يكون في عندك ضوء خافت داخل غرفة الإنتاج ولو الناسي، لمبة 6 واط. هذا الأمر أخوة الكرام عامل رئيسي في إنتاج الطيور وأطعام الفراخ بشكل صحيح. إلى هذا القدر اكتفي معكم بهذه الحلقة، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم. برجع أكررها، اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو النصر.